ب 40 دقيقة فشدوا. هو يا جدعان اللي سجل امبارح ده مين؟ احنا محاضرات اللوجيستكس دي بدأ يدخل فيها حوارات كبيرة قوي، لازم الحاجات بتاعت الجلة دي تتبعت. الحاجة باينة؟ لا باينة. تمام يا شباب، بصوا يا شباب، احنا شغلنا كله ان شاء الله هيبقى في الموديل ديت. تمام. عندكم اول حاجة الاوبجيكتيف فانكشن، بعد كده ايه عندنا ثلاثة كونسترينتس. تمام. احنا كل شغلنا هنفك الاوبجيكتيف فانكشن دي والثلاثة كونسترينتس دول نحطهم على الماتلاب. الماتلاب هيبقى شايف شويه ماتريسيز وشويه فيكتورز كلها عباره عن اصفار ووحايد وساعات نيجاتيف واحد، لو ديت مثلا حاجه نيجاتيف يبقى يعني صفر وواحد ونيجاتيف واحد. تمام. والاوبجيكتيف فانكشن طبعا هيبقى فيها جزء مليان فيه ارقام اللي هي الكوست قصدي اللي هو البروفيت يعني والكلام ده. ببساطه كده اول حاجه احنا عايزين نفك الاوبجيكتيف فانكشن دي. هنفكها ازاي؟ هنفكها بالطريقه دي، هي عباره عن دبل سميشن. تمام. هو بيعمل هنا مينيمايزيشن، المفروض احنا يعني طبيعي انك انت بتعمل ماكسمايزيشن للبروفيت. تمام. اعطي شويه الصوره. نعم، اكبر الصوره شويه. اكبر الصوره شويه، باينه كده؟ تمام. احنا المفروض الطبيعي نعمل ماكسمايزيشن للبروفيت، بس هنا احنا عشان الماتلاب والحاجات دي ما بيشوفوش غير مسائل تقريبا مينيمايزيشن، فاحنا بنعمل مينيمايزيشن للبروفيت بالنيجاتيف. يعني مفهوم الحته دي؟ عشان كيفها يعني بتبقى بالنيجاتيف. يعني هتقول بقى ايه، ثانيه واحده لحظه هطلع بس فوق كده. هنا هتقول دي بس بالنيجاتيف. هنا هو بيتكلم على البروفيت بتاعك، هو يعني الفير في المينيمم ما بين الديماند او الكاباسيتي ناقص الاوبريتنج كوست. انت في الحقيقه هتضرب الكلام ده في نيجاتيف، هتقول كانك بتقول الاوبريتنج كوست ناقص الفير مضروب في المينيمم ما بين الديماند والكاباسيتي. تمام. اظن الحته ديت كانت في المحاضره. لحظه واحده. هنا في الشكل. تمام. يبقى عشان نكتب الـ يعني احنا دلوقتي عايزين مثلا يعني ناخد مثلا ازاي هنكتب الكوفيشنتس بتاعت الاوبجكتيف فانكشن دي. هتقول ان هو مثلا ما اتكلم على الرحله الاولانيه ديت الفير، يعني خلينا ناخد البتاع اللي هنا دي، يبقى هو الفير او قصدي الاوبريتنج كوست، معلش الاوبريتنج كوست، لو انا بتكلم مثلا على الطياره اللي هي دي سي 9 دي، يبقى هاخد الاوبريتنج كوست بتاعها واطرح منه الفير بتاعت الرحله الاولانيه مضروبه في المينيمم ما بين الديماند والكاباسيتي. تمام. هو ببساطه ده اللي عملناه هنا. احنا فكينا اولا فكينا الاوبجكتيف فانكشن، المفروض هنا بنصم على الكي وبنصم على الاي عشان تاخد كل يعني بتكلم على كل الرحلات في كل الطرازات. تمام. اولا معلش انا نسيت اعرفكم ايه الاي والكي ديت. الاي هي الفليت تايب، سوري قصدي الرحله الفلايت، والكي ديت هي الفليت تايب. يعني الاي ديت هتتغير ما بين 1 و10 تبقى تاخد قيم من 1 ل 10، والكي هتاخد قيم من 1 ل 3. تمام. يبقى احنا هنصم على الاثنين دول، فهيطلع لنا في الاول انا هصم على الكي، يعني هثبت الاي واغير الكي، وبعد كده اغير الاي واغير الكي وهكذا. يعني اول ترم هيبقى عباره عن انا ثبتت الاي فحطيت الاي بواحد وهغير الكي، يبقى كي واحد كي اتنين كي تلاته، وبعد كده هقوم اغير الاي مخليها اتنين، وبعد كده اغير الكي واحد اتنين تلاته وهكذا. هقعد اعمل الكلام ده، هيطلع لك المفروض دول كام؟ 30 ترم. تمام؟ فاهمين ولا ايه؟ ماشي. تمام؟ كل ترم من دول هيتضرب برضه الديسيجن فاريبل بتاعي دوت اللي هو الاف اي كي دوت، معناه ان انا بقى اساين الطياره كي على الفلايت اي.
هو ده الحل، بس ده اللي هيطلع لي سوليوشن. ده بياخد يعني قيم باينري اللي هو يا زيرو يا واحد. لو واحد يبقى الطياره ديت اسايند على الفلايت ديت، لو بصفر يبقى الطياره دي مش اسايند على الفلايت. هو ده كل اللي انا عايز اوصل له، يعني هو ده السوليوشن. تمام. فانا هتفك كده الاوبجكتيف فانكشن، هي مفكوه قدامكم يعني. هتبدا تحسب اللي هي الكوفيشنتس ديت. انت طبعا هي جاهزه قدامكم هنا، يعني مش محتاجين انكم تقعدوا تحسبوها، انا حسبتها بال اسمه ايه بالاكسل. اللي عايز ياخد الارقام هنا انا ممكن ابعت لكم الاكسل ده برضو، اللي عايز ياخد الارقام من هنا على طول، اللي عايز ينقل الارقام من هنا. وده تقريبا حل صوان هو اللي كان كاتب الكلام ده، اللي عايز ياخد الارقام من هنا على طول يدخلها. تمام. بس ده كده يعتبر انا يعني يعتبر خلصت ال ثانية. نعم. الدكتور مش عايز الورقة اللي صوان عاملها دي صح؟ هو عايز بس فايل اكسل وفايل ماتلاب يتحطوا في وورد صح؟ غالبا يعني هو انت هتكتب الماثيماتيكال موديل، بس يعني انت محتاج تكتب محتاج تكتب دي اسمها ايه الشكل ده، بس مش عارف هيحتاج يفكها ولا لا. ممكن ما تفكهاش يعني، لان هي حاجه سخيفه الصراحه. انت اوريدي فكيتها على اللي جوه الماتلاب وكده يعني، فاهم؟ بس ده ليك انت عشان تفهم انت بتحط ايه الارقام اللي انت هتدخلها يعني. هو الاكسل لوحده ب 80% صح؟ ولا الماتلاب هو اللي 80؟ لا كان عايز واحد منهم تحل بميثود واحده تاخد 80%. طب وانت حل بأني طريقه؟ انت ممكن تبعت لنا الاكسل حل الماتلاب بس. حل الماتلاب انا بس يا راجل، لسه ما حلتش بالاكسل الموضوع. في الاكسل لسه ما جربتش. انا حلو في الاكسل، انا عارف اتعامل مع الاكسل، فانت ممكن فهمنا الاكسل لما تخلصه يعني زوم تاني بعد ده ماشي بعد الفطار. بس انت مش بس غالبا يعني هو الماتلاب اوريدي احنا عملناه، بس هو اهم حاجه اشرحه دلوقتي. 80% دي اكسل مش ماتلاب، مش لازم تتحانك يعني، ما تعملوا ماتلاب دلوقتي وخلاص. ماشي انا هحاول افهم معاك، بس عمل ضعيف. ماتلاب اصعب، ما انت كده كده لازم يعني هنا وهنا حاجه يعتبر نوعا ما. بس انا ما جربتش الاكسل لسه، انا شايفه هيبقى غالبا اصعب من ماتلاب يا راجل، عشان تحول الحاجات ديت للفول الاكسل عايزها، مش عارف صراحه دلوقتي يعني. فهنشوف هنشوف. خلينا بس في الجنرال اللي هو انت هتبدا بيه. يبقى احنا كده يعتبر خلصنا الاوبجكت فانكشن. تمام. نعم ماشي. حد بيسأل حاجة ولا ماشي؟ هنبدأ في الكونسترين التاني. دلوقتي احنا عندنا ثلاثة كونسترينز. تمام. لحظة واحدة كده بس افتكر الكونسترين الأولاني ده. تمام. كان الكونسترين الاولاني ده بيضمن، بيقول لك الكونسترين الاولاني ده to ensure ان each flight leg is assigned exactly to one fleet. يعني ما ينفعش ان في اكتر من فليت رايح على نفس الفلايت. تمام. ده الكونسترين الاولاني. فهو عباره عن بيقول لك summation if i k بيساوي 1. هنفكه ازاي؟ هيتفك كده، هيبقى عباره عن 10 ترمات، لان انت عندك 10 فلايتس، فانت بتصم على الكي هنا، بتصم قصدي على الاي، لا سوري بصم على الكي، معلش بصم على الكي، بس عندي الاي كام اي؟ عندي 10 اي، يبقى عندي 10 معادلات، كل معادله فيها 3 ترمات، كل معادله فيها 3 ترمات. تمام. اول معادله يعني انا هقول ان الاي بواحد، يبقى الكي تبقى 1 2 3 بيساوي 1. بعد كده المعادله الثانيه احط الاي ب2، الفلايت رقم 2، واغير الكي 1 2 3 وهكذا. عندك ايه 10 معادلات. دي كده الكونسترين اللي هو الاولاني، ده بيضمن زي ما قلنا ايه، ان يعني ان ما فيش يعني ما فيش اكتر من طياره اسايند على نفس الفلايت. ماشي. ده كده الكونسترين الاولاني. الكونسترين الثاني ده سخيف شويه، ده اسخف كونسترين هيقابلكم. هو ببساطه بيعمل حاجه اسمها يعني بيعمل بالانس، ان كل اللي داخل النود
يعني كل حاجه داخله على النود هي اللي يعني بيساوي اللي داخل النود بيساوي اللي خارج اللي داخل النود. هو ايه الخارج يعني. اه بالظبط، ايه هي النود؟ احنا عندنا دلوقتي دي النتورك بتاعت المساله، تمام؟ الشكل ده مهم انكم هتتعاملوا معاه دلوقتي. يعني ممكن تاخدوا نفس الحروف اللي انا عملتها او نفس التقييم. انا سميت كل نود 1 2 3 4 5 6 وهكذا، دي كل النودز لحد هما 17 نود، تمام؟ الجراوند ارك اللي هو الخطوط السوداء دي سميناهم بقى ايه؟ ايه 1 ايه 2 ايه 3 ايه 4 ايه 5 ايه 6 وهكذا. بس خلي بالكم من حته معينه هنا، هتلاقوا ان دي اسمها ايه 13 ودي اسمها ايه 13، تمام؟ لان لو تفتكروا الدكتور كان بيقول مثلا ان الجراوند ارك ده المفروض ان الطياره بتطير هنا وترجع تاني، صح؟ فالارك اللي هنا ده هو الارك اللي هنا ده، تمام؟ ان هو لف كده ورجع، فديت هي دي. فانا كنت ماشي ايه 1 2 ايه 3 ايه 4 ايه 5 ايه 6 ايه 7 ايه 8 ايه 9 ايه 10 11 12 13، بعد كده هوب 13 تاني هنا، بعد كده كملت 14 15 16 17. لازم تعملوا الكلام ده عشان الكود يشتغل يعني. ده كده الجراوند اركس. والفلايت اركس اللي هم الخطوط اللي هي الفاتحه دي هنرتبهم بترتيب، يعني هو هنا مسمي الفلايت، تمام؟ احنا هنسميهم زي الجدول. احنا عندنا الجدول بتاع الرحلات هو مديها لك في المساله اللي هو ده اللي هو ده. فثانيه ما كانش هو ده الجدول، لحظه واحده. الجدول ده هنرتبهم بترتيب الرحلات اللي محطوطه في الجدول دي. يعني هنقول دي رحله 1 2 3 4 5 6 وهكذا لحد 10، وهنشوف على النتورك رحله 1 دي كانت فين، هيطلع لنا رحله 1 مثلا كانت هنا، رحله 2 كانت هنا وهكذا. فانتوا سموها زي ما انا عاملها برضو على الرسمه كده. المفروض عندنا توتال 10 رحلات، تمام؟ لو سميتوا الكلام ده وعملتوا الموضوع النتورك بالشكل ده، الخطوه الجايه بقى انكم عشان تكتبوا الكونسترين اللي هو الثاني، بتقف عند كل نود. هو ببساطه بيقول لك ان اللي خارج من النود بيساوي اللي داخل النود. ف هتكتب كام معادله؟ هيبقى عندك في كام، لحظه واحده، في 17 نود، صح؟ بس 17 نود وفي 3 فليت. يعني النتورك اللي انا راسمها هنا دي النتورك ديت لفليت واحد، بعد كده في نتورك تانية نفس الشكل بالظبط لفليت اتنين، ونتورك تالتة لفليت تلاتة. فانت عندك 17 نود في 3، تمام؟ ده كده هيبقى عدد المعادلات اللي هو 51 معادله. فالكونسترين اللي هو التاني دوت يعني اكبر كونسترين في الثلاثه. عشان نكتب اي معادله، يعني هقف عند لو انا عايز اكتب المعادله بتاعت النود الاولانيه، هقف عندها واقول ان ثانيه واحده بس كده هوريك الصوره. هتقف عند النود الاولانيه، هقول ان اللي خارج يعني سميشن اللي خارج ناقص اللي داخل بيساوي صفر. فاللي خارج من نود، لو تفتكروا النود الاولانيه كان خارج منها A1، فاقول واي A1، ده بيعبر عن الجراوند ارك وده بيعبر عن الفلايت، تمام؟ يبقى انا هنا بتكلم عن الجراوند، يبقى هقول واي A1 زائد الفلايت اللي كانت خارجه منها، كانت هي فلايت 4 فاف 4، ونقص منهم اللي داخل اللي هو كان ايه؟ اللي هو كانت ايه 5، تمام؟ انا كتبتها هنا 5، معلش هي كانت المفروض تبقى 6، انا اسف، انا في الورقه اللي كتبتها هنا دي المفروض دي تبقى 6، معلش. فاللي كان داخل عليها كان واي اسمها ايه 6، ما كانش في اي فلايت داخله على نود واحد. وتكتب المعادله دي هتكررها لواحد واثنين وثلاثه اللي هو الفليت واحد وفليت اثنين وفليت ثلاثه. تيجي على النود اللي بعديها، النود اللي بعديها كان ايه اللي خارج منها؟ كان ده خارجه من الارض A2، يبقى واي A2 وزائد اف 5، وداخل عليها يبقى ناقص واي A1 ومفيش اي فلايت داخل عليها. تعالوا لما نشوف كده، يبقى واي A2 زائد اف 5 زائد واي A1.
دي ناقص برضه. معلش انا كاتب تقريبا كنت سكران وانا بكتب لكم الورقه دي. هنا ناقص تمام بس، وبرضه هكتب معادله واحد ومعادله اثنين ومعادله ثلاثه وهكذا، اقعد اكرر الكلام ده لكل النودز اللي هم 17 نود، هيطلع لي المفروض الايه المعادلات كلها يعني. بس انت طبعا مش محتاج تقعد تكتب بايدك كل المعادلات يعني، جرب بس تكتب اول كده كام واحده عشان تفهم احنا بنعمل ايه بايدك، وبعد كده بقى ايه الموضوع على المفروض احنا هندخله على الاكسل على طول كده. انا هنا عملت ماتريكس، ايه ده يا ابني؟ هي دي اكبر ماتريكس في البتاع كلها يعني، اصعب واحده انك تعملوها تمام. دي عباره عن ماتريكس 51 في 81 تمام. هقول لكم دلوقتي ازاي هندخلها يعني، بس خلينا نشوف بس الكونسترين الثالث نخلص منه عشان ننقل على الاكسل على طول. الكونسترين الثالث اه ده يعني انت بتستعمل الاكسل عشان تدخله على ماتلاب، انا مش فاهم. بس عشان اعرف اعمل داتا انتري يعني، فاهم؟ اعرف اقعد اعمل داتا انتري وبعد كده اخد الماتريكس اللي انا عملتها دي احطها في الماتلاب على طول. يعني انت عملت حاجه على الاكسل عشان تاخدها من الاكسل تحطها على الماتلاب؟ اه بس انت بتعمل الداتا انتري على الاكسل اسهل يعني، فاهم؟ اوضح شويه. تقعد تحط ستار وحاجات ازاي مع بعض؟ اه هوريك ازاي تعملوها يعني، بس خلينا نخلص بس من يعني نفهم ايه ايه الكونسترينز وبعد كده نروح نطبقهم على على الاكسل مثلا. فالكونسترين الثالث ده كان بيقول لك ايه الكونسترين الثالث؟ بيقول لك ان هو ليميت ذا نمبر اوف اسايند ايركرافت اوف ايتش فليت تايب تو ذا نمبر افيلابل. يبقى انا ما عنديش ما يعني يضمن ان انا النتورك ديت يبقى جواها عدد الطيارات بيساوي عدد الطيارات اللي موجوده في الفليت. يعني انا عندي في مثلا نوع الطياره اللي هو ال 737 كان عندي طيارتين، ما ينفعش الاقي مثلا اكتر من طيارتين في البتاع، فاهم يعني؟ ما ينفعش ان الاقي اسمها ايه، الاقي خمس طيارات 737 جوه النتورك، ما ينفعش، فاهم؟ لازم يبقوا الماكسيمم بتاعهم هم بيساوي اثنين، او يبقى في اثنين دايما موجودين بس في الـ في النتورك اللي هي دي. فعشان نعمل الكلام ده بيعمل حاجه اسمها كاونت تايم. كاونت تايم ده ان هو بياخد خط كده عند اي وقت، خلوا بالكم الاكسس اللي هنا ده هو التايم سكيل، فانت بتاخد خط عند اي وقت من الاوقات دي، وهو ده الكونسترين دوت يعني مش هيبقى نفس الكونسترين عند كل الناس، كل واحد هيكتب كونسترين بحسب الوقت اللي هو خده. انا خدت مثلا عند الوقت ده خط النقط ده، حد هياخد عند الساعه 12، حد هياخد عند الساعه 10، حد هياخد عند الساعه 8 وهكذا. في الاخر الحل هيطلع هو هو بس الشكل بتاع الكونسترين هيبقى مختلف تمام. عشان ما ينفعش كلنا نعمل نفس الحاجه يعني. فانا هنا خدت عند الكاونت تايم ده، هتشوف ايه الجراوند اركس القطاع وايه الفلايت اركس القطاع. يعني هنا كان في جراوند ارك اللي هو ايه 4 وايه 11 وايه 15، دول قاطعين، والفلايت اركس ايه اف 8 واف 7 دول اللي كانوا قاطعين الكاونت تايم اللي انا خدته. فببساطة عشان أكتب المعادلة فكتبت إن F8 زائد F7 زائد Y11 زائد Y15 زائد Y4 بيساوي M1 تمام. أنا هنا بتكلم على الفليت واحد، يبقى M1 الـ M دي اللي هي عدد الطيارات اللي في الفليت ده، اللي هي ببساطة هتبقى 1 و2 و2 تمام. هي نفس المعادله بس هتكرروها لكل الفليت يعني تمام كده. عاطف ايه دي؟ عدد الطيارات اللي في الفليت، يعني انا بتكلم على فليت واحد، فده عدد الطيارات اللي في الفليت واحد اللي هو كان في الدي دي سي 9 كان واحد طياره واحده. الام مثلا في الفليت رقم 2 كانت ب 2 عندك طيارتين وهكذا. في الفليت الثالث كان عندك طيارتين، يبقى دي هتبقى واحد واثنين واثنين، يبقى كل واحد هيبقى عنده الارقام ديت مختلفه بس في الاخر ان شاء الله هتدي نفس الاجابه. مثلا يعني نعمل اكزامبل، مثلا لو حد خد عند التايم كاونت اللي هو 10 ده مثلا، هيبقى قاطع واي اي 1 واي اي 7 واي اي 15 والفلايتس اللي هتبقى قاطعه تبقى اف 9 اف 10 تمام.
المعادله دي للثلاثه فليتس، يبقى هم في التوتال هيبقى ثلاث معادلات. بس ده كده يعتبر خلصنا ال اسمها ايه الكونسترينز. خلي بالكم من الموضوع ده ان احنا عندنا تو فاريبلز، الفاريبل اللي هو اسمه ديسيجن فاريبل بتاعك اللي هو الاف اي كي، ده اللي انت هتطلع بيه المساله اللي انت محتاجه، اللي هو في كام طياره اساين، الطياره ديت اساين على الفلايت ديت ولا لا. وفي حاجه اسمها الواي زي ما قلنا اللي هي ايه، بتعبر عن ان الطياره دي موجوده على الجراوند ارك ولا لا. فلو الموضوع دوت ممكن يعني قصدي بيقول في كام طياره موجوده على الجراوند ارك ده، فده طبعا مش شرط ان هو يبقى باينري، يعني ده ممكن ياخد قيم 0 1 2 3 وهكذا على حسب عدد الطيارات اللي موجوده في الجراوند ارك الفلاني. فده فاريبل معانا احنا محتاجين ان احنا ندخله برضو عندنا في الـ في الـ فهي دي التركه. خلوا بالكم من الحته دي، ان انا لما اجي ادخل دلوقتي على الاكسل او الماتلاب يعني انا عايز اكتب الاوبجكتيف فانكشن دي مثلا، احنا قلنا ان هي عباره عن ايه، الترمات اللي هي الترمات دي اللي هما كان توتال 30 ترم. المفروض ان انا هزود عشان الماتلاب يفهم ان في فاريبلز زياده في الحاجه، المفروض ان انا هزود هم عدد الوايات كان 51 صح، 51 واي صح ولا ايه، ثانيه كده تمام كان 51 واي. فالمفروض ان انا هزود 51 ترم كمان الكوفيشنتس بتاعتها كلها صفار عشان احجز مكان للوايات عندي في الماتلاب، يعني يفهم ان في فاريبلز اسمهم واي او في فاريبلز كمان زياده مع الافات دي. يعني انت ببساطه هتكتب يعني لو ثانيه هعمل زوم بس دي كده تعبر عن الاوبجكتيف فانكشن مثلا، ان انا كنت بقول دي كده كوفيشنتس يعني اماكن الكوفيشنت، كان عندك اف 1 1 اف 2 1 اف 3 1 واف 1 2 اف 2 2 وهكذا تمام، كانوا كام 30 ترم. وبعد كده هتقوم داخل كاتب الوايات، الوايات هيبقى 51 ترم تمام، بواي 1 المفروض كنا نكتب 1 1 يعني واي 1 1 واي مش عارف 1 2 واي 1 3 وهكذا. الرقم الاولاني هو اللي فوق تمام، اللي هو الرقم اللي فوق ده، الرقم الثاني هو الرقم اللي تحت، تبقوا فاهمين بس النوتيشن تمام. فده لما تيجي تدخل الاوبجكتيف فانكشن ان شاء الله على الماتلاب ببساطه هتعمل اسمها ايه، هتقول اف بتساوي وتعمل ماتريكس هيبقى عباره عن، هو عباره عن فيكتور يعني رو 1 تمام، وعباره عن 81 ترم. ال 81 ترم دول هتلاقي اول 30 ترم منهم ليهم قيم اللي هم عباره عن القيم دي بترتيبهم كده، وال 51 ترم الباقيين عباره عن اصفار تمام كده. الحته دي مهمه، فهمتوا اللي هتدخلوا الاوبجكت فانكشن ازاي على الماتلاب ولا ايه؟ نعم الكود كده شفت خدت نظره على الكود تمام ولا انتوا نمتوا ولا ايه؟ انا مش فاهم. ما فهمتش عارف. ما فهمتش طب ماشي، قولوا انكم ما فهمتوش، حد تاني ما فهمش ولا ايه؟ يا عاطف ثلاث ارباع الناس مش فاهمه. نعم مش فاهمين يا عاطف يا اسطى. افتح 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 الماتلاب انتايتلد بتاع فاضي ووريك الاكزامبل. ماشي حاضر حاضر، عم بس ستوب شير عشان ايه، عشان انا عارف السرقه على عيني. ومش انت هتعلمنا هنعمل ده ازاي على الماتلاب؟ ان شاء الله. عاطف هو في حاجه انا مش فاهمها، هي الكونسترينز بتتغير ولا ثابته عند كله؟ يعني هي نفس الكونسترينز ماشي، بس الكونسترين الثالث شكله هيتغير، بس هما ثلاث معادلات برضه، بس على حسب ايه انت خدت الكاونت تايم بتاعك ده فين. طب واحنا دول هنعملهم على الاكسل ولا على الماتلاب ولا ايه؟ ما انا فاهمك الفكره دلوقتي. طيب ثانيه هعمل شير سكرين. ماشي ده الماتلاب اهو، انا دلوقتي عايز ادخل ايه، اقول اف دي الاوبجكت فانكشن اف بتساوي تمام
حط بقى مثلا الارقام اللي هي اللي انت 8000 مثلا مش عارف نيجاتيف كام ونيجاتيف كام، فاهم؟ هتقعد تحط الارقام اللي هم ايه 30 تر. فانت طبعا لو هتدخلهم بايدك براحتك، انا عن نفسي خدتهم من الاكسل على طول، انا كنت حاسبهم هنا طب انت الاكسل ده انت هتبعته ولا لا؟ يعني انا ممكن ابعت لكم ده عادي، اكسلات عادي. تمام، يبقى انت هتحط الارقام اللي هم لحد 30، بعد ما تخلص ال 30 رقم حط بقى ايه 0 0 0 0 0 وهكذا لحد كام صفر، 51 صفر. فانت ممكن تكتب يعني بطريقه اسهل، تكتب زيروز كده وتحط الدايمنشن بتاعه هيبقى 1 وفي 51 كده. ده ال 51 صفر دول بتوع الواي؟ نعم، ال 51 صفر دول بتوع الواي؟ بتوع الوايات بالظبط، عشان تحجز مكانهم بس، فاهم؟ ده هيطلع لك، فاهم؟ هيقوم كاتب لك 51 صفر وهكذا. بس ده كده الاوبجكتيف فانكشن يعني. تمام، عشان تكتب بقى الكونسترين الاولاني مثلا. الكونسترين الاولاني كان بيقول ايه؟ كان عباره عن 10 ايكويشنز، يبقى هيبقى عباره عن ماتريكس 10 في اسمها ايه؟ في 10 روز يعني. 3 كولمز. 10 روز 3 كولمز. ثانية واحدة. معلش أنا غلطت، آسف. هي مش 10 روز في 81 كولم، ماشي؟ أنا دايما هستعمل إن هو هيبقى 81 كولم. المفروض إن هنا، معلش بس خلينا نكتب الدايمنشن بتاعه صح. وانز مثلا 31 عشان يظبط. المفروض ان هو الاوبجكت فانكشن هتبقى 81، تمام؟ فلازم اي ماتريكس بعد كده يبقى الكولوم بتاعته يبقى 81. اي ماتريكس على الشمال، انت دايما بيبقى في ماتريكس على الشمال وماتريكس على اليمين، اللي هو حاجه بتساوي حاجه صح؟ فالحاجه اللي على الشمال دي لازم تحافظ على ان هم يبقوا كلهم 81 دايما، 81 81. بس يعني اللي احنا هنعمله ان في حاجات كتير قوي هتصفر، تمام؟ والحاجات اللي انت محتاجها بس يعني هي اللي هتبقى ليها قيمه. يعني ببساطه انت عندك هنا اف 1 1 ليها قيمه صح؟ يبقى المكان بتاع الاف 1 1 هنا مثلا، دي كانت الاف 1 1 كان مكانها هنا، يبقى ده هتحطه بواحد. الاف 1 2 ليها الكوفيشن بتاعها ب 1، والاف 1 3 الكوفيشن بتاعها ب 1، يبقى كان هيبقى هنا هيبقى عندك 1 1 1 وبعد كده الباقي كله بصفار. تمام، بقى انت كده عملت اول ايكويشن 1 1 1 والباقي كله بصفار. الايكويشن الثانيه دي كانت اف 1 اف 1 2 واف 2 2 واف 3 2، هتشوف مكانهم فين؟ مكانهم فين هنا في الحاجات اللي انت عاملها؟ يعني لو بصينا على الاكسل كان مكانهم فين مثلا؟ اف 2 1 1 2 قصدي، واف 1 2 ديت اللي هي كان هنا، واف 2 2 واف 3 2 هتحطهم بواحد 1 1 1 والباقي كله هنا صفار وهنا صفار وهكذا. مش فاكر انا كنت كاتبها، ثانيه كده افتكر بس انا كنت جايبها معايا ولا لا. غالبا مش جايبها، ماشي. يعني هو اول كوليسترين يعتبر سهل يعني، فاهمين؟ ما فيهوش مشكله. فانا تعالوا مثلا نكتب اول كونسترين ده، ونكتب نسميه مثلا ايه واحد مثلا، ده تسميه. هنقول ايه؟ هنقول لا سنة. مش هعمل نيو فاريبل. تمام، هو زوم فاضل له قد ايه؟ 8 دقايق. 8 دقايق. انا عملت، خدت بالكم عملت ايه؟ عملت نيو فاريبل من هنا، دوست نيو،
فتحت الفاريبل ده من الورك سبيس، فتح لي الفاريبل في صوره كده سبريد شيت يعني. الفكره انك انت ممكن تملى الحاجات دي على يعني تعمل اسمه ايه، تعمل اكسل تملاها على الاكسل، وبعد كده تروح على هنا تدخل اللي انت عملته. فخلينا مثلا نعملها زي ما انا بقول، نعملها على الاكسل الاول. انا هاخد الحته دي كده كوبي، يبقى انا كده عرفت التسميات فين. تمام، فاول اوبجكتيف كونسترين كان ايه؟ بيقول لك الاف واحد واحد من دول كده هم اللي ليهم قيم. بحط واحد واحد واحد، صح كده ولا ايه؟ واحد. لا انا عكست كده صح؟ اه لا مظبوط مظبوط. والباقي كله بصفار. انت بتدوس كنترول صح؟ نعم دوست كنترول. لا اي طريقه يعني، بس دلوقتي يعني انا حطيت صفر وشديت البتاع. ماشي. الكونسترين اللي بعديه كان ايه؟ كان ده واحد واحد واحد، والباقي كله ايه؟ صفار. هنا صفار وهنا صفار. خلاص هنعمل ده بقى 10 مرات. ماشي ماشي ماشي. هتعمل الكلام ده 10 مرات. اه بالظبط. هتاخد بقى ايه بعد ما تعمل 10 مرات؟ هتقوم داخل واخد ده كده كوبي وندخله ماتلاب بعدين، او ممكن نعمل امبورت عادي يعني. اه ممكن تعمل امبورت يعني، بس انا فاهم بحب ان انا اقعد اعمل كده مانيوال احسن عشان الانجز. بس دخله 10 مرات بعد كده اعمل كده. اه على حسب بقى يعني كل واحد فاهم، هتحافظ على نفس الفكره اللي احنا قلنا عليها. بعد كده ممكن تعمل كوبي الكلام ده، تروح هنا انا دخلت ماتريكس قلت ايه واحد بتساوي اقوم ايه بيس كنترول في، هيدخل لي الماتريكس على طول. تمام، انا خدتها من هنا كوبي من الفاريبل، هو فاهم ان هي ماتريكس يعني. تمام، دخلها هنا في ممكن هنا الرن تلاقي الاي واحد اهي اهي. تمام، يبقى انت كده هتعرف تعمل كونسترين الاولاني. الكونسترين الثاني كونسترين الثاني بنفس الفكره. تمام، برضو هتحافظ على اماكن الحاجات دي يعني. شايف دي واي اي واحد، هتشوف فين واي اي واحد. هتشوف فين الاي اي الواي اي واحد اللي هي مثلا كانت هنا اللي هي ديت مثلا، كنت هحطها بواحد مثلا. انسوا بقى اللي فوق ثانيه عشان انتوا بتلخبطوا برضه. معلش تمام، نروح على الواي اي واحد حطها بواحد، وكان عندك واي والواي اف كانت اي 6 بقى عشان احط بقى دي هنا تحطها بنيجاتيف واحد. الكوفيشن بتاعها كان نيجاتيف واحد في نيجاتيف، بعد كده اف 4 واحد كانت او اف 1 4 1 4 فين؟ اف 1 4 فين؟ تحت الجي. اه تمام، حطها هنا بواحد، الباقي كله صفار. ده شلل يا عم، مفيش طريقة اوتوماتيك. تمام، انا بص انا يعني هحاول كده اشوف هشوف بس لو ينفع ان انا ابعت لكم ده، لو هو مش بيتغير عند كل الناس يعني عادي ان هو يبقى هو هبعت لكم جاهز. تمام، هو بس الفكره في الترتيب بتاع الافات والوايات، لو ما خدش باله ان كلنا عاملين نفس الترتيب فاهم يعني فقشطه ماشي. بس هو الطبيعي طبعا ان الناس ممكن حد يرتب الافات بطريقه وبعد كده يقوم مرتب الوايات بنفس الطريقه. انا هنا عملت الافات وبعد كده الوايات بطريقه ثانيه فاهم يعني هنا مشيت اف 1 1 اف 1 2 هنا ماشي اف 1 2 1 1 2 1 وهكذا فاهم. في فرق في الترتيب بس الشكل، فلو حد مثلا كان المفروض يعني طبيعي ان كل واحد هيعمل بطريقه، فلو كلنا مشينا على نفس يعني لو هديكم الحاجه يبقى تلتزموا بالترتيب اللي انا عامله. تمام، عشان تظبط. انا ممكن اديكم اللي هو الماتريكس دي.
هو يا اسطى الاكسل اللي انت فاتحه ده كونسترينت واحد واثنين مع بعض صح؟ ده كده، ده اللي انا فاتحه ده ايوه كده. ده كده ايه يا عاطف الكبير لا ده؟ ده ده كونسترين اتنين بس. طب ممكن تبعت لنا طيب الاوبجكت فانكشن والكونسترينز حتى؟ ماشي. هو الاوبجكت فانكشن سهله يعني، الفكره كلها في الكونسترين الحقير ده. فانا ممكن ابعت لكم الكونسترين ده، انتوا هتحطوه كصوره يعني عاطف، هو مثلا. ايه اف 110 و210 و310 دول فين بس؟ ده يعني اف 3. ثانيه اطلع بالصوره. اف 3 10، اف 2 10، فاهم يعني؟ هنا اف 2 10، فاهم يعني؟ الفلايت ايوه رقم فهمت. 2 والفلايت رقم 10. تمام، انا ممكن ابعت لكم الشيء الضخم ده. تعالى ناخده كوبي بس كده، نحطه على الماتلاب. هتعملوا برضو بنفس البرنسبل كده، انكم هتعملوا فاريبل بس. كده كونسترينس الاثنين دخلوا صح؟ هو في حاجة حصلت غلط في النقلة؟ ما نقلش كله صح؟ تمام، ساعات بيهبل كده. في حاجة غلط حصلت في النقلة. خلي بالكم من الدايمنشنز عشان هو ساعات بيخرف التخفيفة بتاعته. الدايمنشنز تبقى مظبوطة هنا 51، المفروض تبقى 51 في 81. ها تمام. أو ظبط ده اللي هو الاسم. بنفس الكيفيه بقى، المفروض تدخله برضو اللي هو الكونسترين الثالث، بس ده طبعا هيبقى كل واحد ايه ليه الكونسترين بتاعه يعني، مش كلنا نفس الحاجه. تمام، نقول ايه 3 بقى كذا، مش عارف اي حاجه. ماشي 3.